كيف ممكن لازم ندي حنا نجيبوهم نكتبوهم في السلم سعود ونحذفوا 6 ونحذفوا 9 دونك هذا هو المطلوبنا في العلاقه مع كيف ادماج هذا المساعد الاخوه صرنا عضو المكتب الوطني للنقابه الوطنيه للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدراليه الوطنيه للشغل لا سي دي تي. اليوم حنا في واحد اللقاء تواصلي بمدينه تيزنيت بدعوه من المكتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم سي دي تي بتيزنيت. هذا اللقاء تواصلي في الحقيقه في هذه القاعه في هذا الفضاء العمومي مع الشغيله التعليميه مع المناضلات والمناضلين ديال النقابه الوطنيه للتعليم في اطار واحد في اطار التواصل اللي دابت عليه النقابه الوطنيه للتعليم في تاريخها في ادبيتها مع الشغيله التعليميه. دونك هذا تواصلي عند واحد البعد اول اخباري مستجدات ديال الحوار القطاعي منذ التولي ديال الوزير الجديد المسؤولي على مستوى القطاع منذ 15 اكتوبر 2021 اليوم مجرد الحوار القطاعي واساسا من داخله بعض القضايا التي تهم النظام الاساسي المرتقب اللي كانت فيه واحد المجموعه ديال الجولات ديال الحوار في اطار واحد اللجنه تقنيه خاصه بهذا النظام الاساسي. دونك فرصه للتنوير ديال الراي العام ديال الشغيله التعليميه على مستوى تيزنيت بهذه القضايا الاساسيه اللي كتهمهم واللي كتهم المنظومه ككل. كذلك هي فرصه اننا نستمعوا للمناضلات والمناضلين ديالنا، نستمعوا للشغيله التعليميه على مستوى الاقليم هذا في انتظاراتهم، همومهم، ارائهم في واحد العدد كبير ديال القضايا كما قلت اللي مرتبطه بالمدرسه العموميه بالتعليم العمومي. وكذلك لحظه ديال التعبئه ديال النساء ورجال التعليم في القضايا اللي مستجده اليوم قطاعيا ومركزيا كذلك. كاين واحد المسار اخر ديال الحوار المركزي اللي فيه قضايا اساسيه تهم التقاعد، تهم الزياده في الاجور، تهم المراجعه ديال الضريبه،
دونك هذه كذلك خاص الاخوات والاخوان النساء ورجال التعليم ايضا يكونوا في قلبها ويكونوا حاضرين ومتبعين ليها ومساعدين لكل ما يمكن ان يصدر على الاجهزه ديالنا نقابه التعليم والاجهزه المركزيه كذلك الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. وحتى باش كي كنقولوا اليوم اللي كنهضروا على مؤسسه الحوار الاجتماعي باش نعزلوا على الديمقراطيه، لانه هذه مساله اللي مرتبطه بالديمقراطيه في البلاد. بمعنى كنهضروا على ورش كذلك اللي مدخله سياسي. النقابه غدير الدور ديالها الاجتماعي مراسه الصراع، لكن كاينه الحاجه تعبير سياسي قوي، حاجه اليسار قوي اللي ممكن يصطف الى جانب الشعب المغربي في مطالبه العادله، واللي يكون مؤثر، لانه خاص يسار قوي مؤثر في الصراع.